نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مقر إقامة سموه في مدينة جدة صادير جبروف رئيس الجمهورية القرغيزية في إطار مشاركة سموه في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. هذا ورحب سموه بفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان ونقل إليه تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لشعب الجمهورية الصديقة بدوام النماء والتطور، فيما أبلغ رئيس جمهورية قرغيزستان سموه بنقل تحياته وتمنياته الطيبة لجلالة الملك المعظم ولمملكة البحرين استمرار التقدم والرخاء. وخلال اللقاء أشاد سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالعلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين الجانبين وما وصلت إليه من مستوى متقدم على الصعد كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما استعرض سموه مع فخامة الرئيس صادير جباروف عددا من القضايا المطروحة على القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المثمر بين الجانبين.